السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الدلو. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القضاء. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج الدلو هيجعل ايامك باذن الله اللي جايه تبشرات واخبار ساره. تاريخ الفيديو بتاعك ايه؟ تاريخ الفيديو بتاعك 20 ابريل، ده تاريخ الفيديو، التاريخ بس علشان مصداقيه قناتك. اما قراءتك عامه ومفتوحه وتنطبق على الجنسين باذن الله. الفترة اللي جاية هيكون في تبشرات. قبل ما نبدأ يا برج الدلو، ادعم الفيديو بتاعك باللايك الحلو وبالتعليق الجميل علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشاهدة وما احسش انه تعبي راح على الفاضي. ركز بقى معايا واللي ينطبق عليك تنزل ترهولي في الكومنتات. انتوا عندكم علاقة تربطكم بحد، بس في شوية تقلب مزاج عندكم. انتوا اليومين دول مش مرتاحين، عندكم علاقة بحد ربطاكم والعلاقة دي مقيدين بيها جدا. حاسين ان في شوية مشاكل، مفيش استقرار بينك وما بين حد من ابراج ابراج كده، يعني بتأذيك. ممكن يكون صداقة، ممكن يكون علاقة تربطكم، في شوية لخبطة، بس الفترة اللي جاية هيكون في امور حلوة. كمان عندكم فرج، عندكم اكتر من علاقة حلوة الفترة اللي جاية، وهيبقى في طاقة ايجابية. كمان الفترة دي في علاقة تربطكم من برج الثور، برج الجدي، برج العذراء، عندكم علاقة تربطكم بيهم الناس دي. فان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية هيبقى في تحسن حلو على جميع الاصعد بتاعتكم. كمان عندكم طاقة ايجابية، الطاقة الايجابية دي هتكون جميلة جدا، وهيبقى في رابط قوي، وهيبقى في كمان تجمع في الحلال مع برج الثور، او هيبقى في جواز قريب جدا. كمان في اتنين قريبين منكم، الاتنين اللي قريبين منكم دول بيأذوا فيكم، فانتوا في مأذى. كمان في خبر هتسمعوه، في حد بيتجسس عليكم، خلوا بالكم، وبيراقبكم، بيراقبكم مراقبة حب. بيتجسس عليكم، هو فعلا بيحبكم جدا، بس انتوا مش مدينه الطريق ولا مفتحله الباب، بس عندكم بشائر الفترة اللي جاية دي. كمان انتوا الفترة دي بتتجاهلوا حد التجاهل تاما. في خبر هيجيلكم يخص موضوع جديد، يخص سكن جديد، يخص حاجة جديدة. كمان انتوا هنا بدأتوا تشوفوا حياتكم، حاسين ان الدنيا ملطشة معاكم يمين وشمال. فالفترة اللي جاية هتبدأوا تعيدوا حساباتكم، هتبدأوا ترحلوا من الاماكن الغامقة اللي عندكم وتشوفوا الدنيا فيها ايه. كمان عندكم حرف الراء وحرف الواو وحرف النون، دول ثلاث اشخاص بيخونوا فيكم، او من الحروف دي حد بيخون فيكم. طيب انتم فصلتوا عن حد، في رجوع عندكم، في طاقة عندكم الفترة دي بسم الله ما شاء الله عليكم. كمان انتوا في حد مريض عندكم بيشتكي من وجع في دماغه، بيشتكي من وجع في جسمه، عنده شفاء بإذن الله الفترة اللي جاية. كمان انتوا هنا عندكم حرف الميم، حرف الميم ده في بينكم حاجة، ناويين تاخدوا قرار، ناويين تشوفوا ايه الطاقة الإيجابية اللي عندكم. انتوا طيبين جدا، حنينين جدا، مميزين جدا مع علاقاتكم مع الآخرين، بس عندكم طاقة مؤثرة عليكم في كذا حاجة. كمان عايزين تقطعوا علاقتكم حرفيا بحد أذيكم وعمال يطعن فيكم. عندكم برج الأسد، بينكم ما بينه بداية جديدة، بينكم ما بينه حاجة جديدة هتبدأوها الفترة اللي جاية. في حد بيتدخل في حياتكم بيأذي فيكم من طاقة سلبية، بس انتوا ما بتحبوش الكلام ده ولا بتحبوا الطريقة دي. كمان انتوا خايفين تبدأوا بداية، خايفين تعملوا حاجة، في حاجة عندكم. البعض منكم ممكن يكون خايف من التقاليد والعادات، البعض منكم عنده حاجة مؤثرة عليه، الله أعلم. عندكم بداية جديدة أحسن من اللي انتوا فيها حاليا، عشان اللي انتوا فيه قررتوا ان انتوا تمشوا، قررت ان انتوا تنفصلوا، قررت ان انتوا تشوفوا طرق مختلفة. كمان الفترة دي هيكون عندكم عقد، عندكم ورقة هتمضوها، الورقة اللي هتمضوها دي هتحققوا منها نجاح، هتحققوا منها حاجة جديدة، موضوع جديد، يعني في حاجة جديدة انتوا بالفعل هتعملوها الفترة دي، هيكون فيها تحسن حلو.
كمان انتوا هنا وشكم بدأ ينور، في تنوير عليكم او تنوير بمعنى اصح لحياتكم. على قد ما انتوا الفترة دي بتعانوا من اكتر من حاجة، على قد ما هيكون عندكم انفراجات حلوة، ورقة هتمضوها بالخير وهتكونوا مبسوطين جدا بيها، وهتحسوا قد ايه ان الورقة دي جات لكم فعلا في الوقت المناسب. الورقة دي فعلا كانت جاية لكم في احسن وقت، في حال افضل، في طاقة افضل، في امور عندكم تجديد حلو. كمان انتم مستنيين حاجة بفارغ الصبر، لا اما ورقة انتظار ليكم، لا اما خبر تسمعوه. البعض منكم هنا باله مشغول بحاجات كتيرة جدا، انتم عايزين تعملوا عملية وخايفين مترددين هتعملوها بالخير بإذن الله، او هي اتعملت وانتم كنتوا قلقانين من ردة، يعني من صعوبة العملية، حسيتوا ان هي سهلة وبسيطة وربنا قومكم فعلا بالسلامة. في هنا كمان طاقة حلوة جدا، هتكونوا مبسوطين جدا وهتكونوا مختلفين بقدر المستطاع عن اي حد في حياتكم. ليه؟ علشان التميز دايما بيميزكم عن حاجات كتيرة جدا عندكم. كمان انتوا هنا بقالكم اكتر من مدة كبيرة جدا مستنيين خبر حمل، مستنيين حاجة تسمعوا بتخص حمل، بس انتوا عندكم شوية عند بتعندوا مع حد، ما بتسمعوش كلام حد الفترة دي، قافلين عليكم بيبان كتيرة جدا بسبب ناس، بسبب حد. مين الشخص اللي عندكم مختفي بقاله مدة كبيرة جدا ومش عارفين تلاقوه او عارفين تسمعوا عنه حاجة؟ انتوا عندكم اصرار، مصممين على هدف، مصممين على حاجة كده قدام عينيكم وعمالين تسعوا من اجلها. كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم اي حد هيقف معاكم من ناحية العاطفة وهيخليكم تتخطوا كل المشاكل. عندكم شخص هيجيلكم من حد كده، يعني كان بينكم وبينه خلاف، بينكم وبينه توتر، بينكم وبينه أمور معقدة، بدأت الأمور تتحسن الفترة دي وهيبقى في طاقة إيجابية. كمان انتوا هنا في اختلاف بينكم وبين حد، في حد هيطلب منكم طلب الفترة اللي جاية كمان، وانتوا هيكون عندكم تضحية من أجل الشخص ده. طيب انتوا هنا يعني في حاجة بينكم وبين حد وما تمتش على خير، يعني انتوا كنتوا بتحبوا حد وسابكم، او حد كنتوا متعلقين بيه غدر بيكم، يعني انتوا في حد بتحبوه قوي من كتر الحب اللي انتوا بتحبوه، حاسين ان انتوا هتموتوا عليهم، يعني في حب هوس، انتوا مهووسين بالناس دي اللي انتوا بتحبوها قوي، مشتاق لهم قوي. في طاقة، طاقة، في طرف متدخل بينك او بينك وشريك، يعني ممكن يكون في حد متجوز تاني، في حاجة مختلفة. انتوا الطريق قدامكم مفتوح، وعشان كده هتحصلوا على النقلة اللي انتوا عايزينها. الفترة دي حاسين ان هي صعبة، من اكتر الفترات اللي انتوا حاسين ان هي صعبة على قلبكم، يعني انتوا رغم ان انتوا بتستنوا حاجات بتحصل معاكم بقالها مدة، بس انتوا حاسين بالطاقة السلبية. في حد بيحطكم هنا تحت خانة الامر او تحت خانة سلبية، في حد عندكم اتخلى عندكم، اتخلى عنكم، سابكم في لحظة انتوا كنتوا عايزين تكونوا، يكون موجود، الله اعلم. ايه كمان انتوا هنا عندكم حفظ حلو جدا من عند ربنا وهتكونوا مميزين. في سر عندكم متداري انتوا كاتمينه، يعني انتوا في يعني كاتمين سر رهيب جدا ومش قادرين ان انتوا تبوحوا عنه، بس انتوا محتاجين تتكلموا مع حد، محتاجين حد تسمعوا رأي حد، او انتوا تقولوا رأيكم لحد، محتاجين تغيروا، محتاجين تشوفوا ايه الجديد، عايزين تفعلوا اكتر من حاجة بس مش عارفين تبدأوا ازاي، او تستعملوا الطاقة بتاعتكم ازاي. ليه؟ علشان خايفين جدا الفترة دي من ردة افعال ناس حواليكم، من امور عندكم الله اعلم.
في علاقة غامضة عندكم. العلاقة الغامضة دي انتوا تعبانين فيها، مخنوقين، مش حابينها خالص، عايزين تطلعوا منها. حد عمل لكم سحر تفريق، سحر الكراهية، سحر المرض، اتعمل لكم فعلا سحر التفريق انتوا منكم، عشان كده خطوبتكم ما كملتش، جوازكم ما كملتش، كان حصل مشاكل بينكم وبين الشريك ما كملش، الله اعلم. انتوا هنا عندكم ابداع حلو فوق الوصف، رغم الرفض اللي عندكم، عندكم ابداع الفترة اللي جاية، وعندكم طاقة معينة. انتوا حلمتوا بحاجة، والحاجة اللي انتوا حلمتوا بيها دي حان الوقت ان انتوا تحققوها، حان الوقت ان انتوا تفعلوا من اجلها الحاجة اللي انتوا عايزينها. بلكم مشغول باكتر من حاجة، عندكم قضية عايزين تربحوها، عندكم طرف ثالث بيتدخل في خصوصياتكم، فدي حاجة تعباكم. انتوا الفترة دي هتحمدوا ربنا، عندكم ذكاء خارقي الفترة دي، وخلوا بالكم من نفسكم. عندكم حد تخلى عنكم في لحظة، انتوا كنتوا يعني ما كنتوش متوقعين ان هو يتخلى عنكم، الحد ده فعلا عرف يتخلى عنكم في وقت انتوا فعلا خلاص فقدتوا املكم. في حاجة جوه قلبكم مسببة لكم وجع، مسببة لكم ألم، عندكم بداية جديدة، وهتتكلموا في حاجات كتيرة جدا. انتوا عندكم حاجات بتخلصوها الفترة دي، في بداية جديدة، بس انتوا خايفين تكملوها، او خايفين تدخلوا في علاقة، خايفين يعني خايفين من حاجات كتيرة جدا، فانتوا في حيرة، حيرانين اوي الفترة دي، علاقتكم غامضة بالشريك، فانتوا في حاجة استثنائية عندكم. الحاجة الاستثنائية دي قرارين حيرانين فيهم، موضوعين حيرانين فيهم، حاجة انتوا حيرانين فيهم بأي طرق. في نقط على الحروف هتتحط، وفي علاج هتاخدوه، وهيكون عندكم انتوا متواضعين الفترة دي، وعندكم كمان فترة من فترات معينة هتجمعوا الفترة دي كمان. سعد، السعد ده هيخليكم انتوا تخشوا في مرحلة جديدة، عندكم سعادة، السعد ده هيخليكم انتوا فعلا مبسوطين بردة فعل لنفسكم. علاقاتكم بدأت تتحسن من بعد الألم، صبرتوا كتير جدا، صبرتوا يعني صبرتوا صبر كده على دراسة، ممكن البعض ممكن يكون شغال على دراسة الفترة دي، في خلاف هتحلوه مع حد، في قعدة، والقعدة دي هتكون لطيفة جدا، هتكون فيها كده طاقة معينة. في حد من عندكم من الصحاب بيأذي فيكم، طيب انتوا كنتوا بتحبوا حد قوي، او كنتوا معجبين بحد، ولقيتوا ردة فعل ما عجبتكمش، فبالتالي قررتوا ان انتوا تنفصلوا، او قررتوا ان انتوا تبعدوا عنه. في حيرة عندكم، في تقلب مزاج، انتوا هنا يعني واثقين من نفسكم جدا، واثقين من حبكم يعني اتجاه الشريف، بس في حاجة انتوا مش مهتمين بيها وضايعة عنكم، خدوا بالكم من الحتة دي. مستقبلكم في نجاح كبير، انتوا مدين ظهركم لأكتر من حد في حياتكم، كمان انتوا هنا عايزين تسافروا، السفر ده حلو، حلو جدا، خلوا بالكم، فياريت تستفادوا بكل عرض هيتعرض عليكم الفترة اللي جاية، عرضكم او العرض اللي عندكم ده حلو، ومستقبلكم هيكون جميل جدا، خط الحظ عندكم مفتوح جدا، فخدوا بالكم كويس جدا، او لو انتوا عندكم حد بيفسد في دراستكم، بيفسد في حياتكم، دايما انا اقول لكم ابعدوا عن اي حد ممكن يأثر عليكم في اي ضغوط. ليه؟ علشان خاطر الطاقة
اللي ازياكم هي اللي عامله لكم عراقيل فيها في حياتكم. انتوا عندكم فعلا حد بيحبكم من الاصدقاء، ويعني بيحب ان هو يتكلم معاكم، بيحب ان هو يبقى في بينكم امور تجديد، حاجات مختلفة، طاقة معينة طبطبة لحد الله اعلم. بس انتوا الفترة دي في امور بتاخدوا وتدوا فيها، في طاقات معينة بتحاولوا ان انتوا تحسنوا فيها. كمان هنا انتوا مستنيين بفارغ الصبر حاجة كبيرة او حاجة معينة بعيدة عنكم، حاجة مختلفة الله اعلم. بس انتوا عندكم طاقة انتظار رهيبة، عندكم حدود، او هتحطوا حد مع حد. ذكائكم دايما بيكتشف لكم كل الناس اللي حواليكم، ذكائكم دايما بيخليكم مميزين عن اي حد ممكن يفكر ان هو يلعب بيكم او يغدر بيكم او يعمل لكم اي طاقة فيها اذى. في ربط احداث الفترة اللي جاية هيكون قوية جدا، ربط الاحداث ده هتكونوا انتوا فعلا مندفعين بيه. بينكم وبين حد علاقة على السوشيال ميديا، في تواصل اجتماعي بينكم وبين حد، طاقة معينة بينكم وبين حد، في حاجة تخص التواصل الاجتماعي عندكم. طيب احب اقول لكم ان الفترة دي وشكم دبلان، دبلان في اكتر من موضوع بسبب النغزات اللي كانت بتحصل لحياتكم، بسبب الطمع اللي كانوا طمعانين، يعني طمعانينه فيكم. العراقيل اللي كانت عندكم دي حصل فيها اذى على حياتكم، رغم ان انتوا هنا مميزين في حاجات كتيرة جدا، رغم ان انتوا هيكون عندكم دفعة لقدام. كمان عندكم حد بيبادلكم نفس المشاعر، بس انتوا مش عارفين تعملوا ايه. كمان في علاقة ربطاكم وعلاقة فيها صمت، العلاقة دي مخلياكم انتوا مش عارفين يعني تعملوا ايه، او تتكلموا ازاي، او تواجهوا ازاي، او تفتحوا موضوع ازاي، امور ساكتين فيها. حرفيا انتوا حاسين ان انتوا خلاص بسبب حد من ابراج ترابية اذاكم طعنكم، بس الفترة اللي جاية هيكون في تفاؤل، التفاؤل ده حلو. رقم 4 ده بيميز لكم تحقيق الاهداف. طيب عندكم احترام وتقدير لشخص كبير عنكم، لشخص يعني انتوا بتحبوا تسمعوا كلامه جدا. برج الحمل، حصل عندكم انفصال بينكم، كان من حرف وحرف الراء، في امور عندكم عامله لكم عراقيل. الفتره دي انتم مش عايزين تفكروا في الجواز، مش عايزين تفكروا في اي حاجه تخص الاستقرار، بسبب ان انتم فعلا لقيتوا الم وزعل. بس انا متاكده ان هيجي الشخص اللي يغير حياتكم. طيب في حل عندكم لحاجه عاطله بقالها مده، نقلة من بيت لبيت الفترة دي. انتم مميزين في كشف الحقيقة اللي حواليكم، فدايما خليكم مميزين في كل حاجة. انتم حتى مستقرين مع نفسكم، ما بتحبوش التجاهل مع حد. عندكم هنا طاقة، طاقة حلوة، طاقة كلها تغيرات جذرية على جميع حياتكم. كمان انتم هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم نور في بشرتكم، نور في وشكم. طيب مين اللي منعكم عن تحقيق هدفكم؟ في حد عندكم او الشريك او حد كبير، في حد منعكم عن تحقيق الهدف بتاعكم. خلوا بالكم انتوا متحبوش حد يلعب بيكم، بتحبوا ان انتوا تكونوا صروحة جدا، بس انتوا فعلا الفترة دي عندكم حد واقف بينكم وبين تحقيق الهدف، مخليكم مش عارفين تعملوا اي حاجة انتوا عايزينها، وانتوا محبينش كده. انتوا عليكم ديون عايزين تسدوها، عليكم حاجات عايزين تعملوها، عليكم تسديد لمواضيع، يعني تسديد لديون، وعشان كده في مواضيع هتتفتح الفترة دي.
في طاقات عندكم انتوا هتفعلوها. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم خروج من محنة، خروج من ضيق، خروج من كسرة قلب، يعني اكتر من حاجة عندكم تعباكم، وهيبقى في طاقة ايجابية وهتخرجوا من اي طاقة سلبية مأثرة عليكم في كذا، يعني في اكتر من حاجة، طبطب عليكم بشكل كبير جدا، وهيكون في استقرار، استقرار عاطفي، استقرار مادي، استقرار على اكتر من اسعد على حياتك. بس الشغلانة اللي هي مأثرة عليك هي الضغوط النفسية. انتوا يعني ناس كده بسيطة جدا فعلا ومستقلين، ما بتحبوش الطاقة السلبية، بس كده ما شاء الله عليكم، يعني بسم الله ما شاء الله عليكم. طيب اقدر اقول لكم يعني انتوا في حاجات تعباكم هي ايه؟ التعامل بجدية مع ناس مش لطيفة معاكم، في حد هيرقيكم الفترة دي برقية شرعية. طيب انتوا هنا يعني في طاقة خير، طاقة ايجابية، انتوا حاسين ان انتوا مشكلتكم انتوا حاسين مفيش حظ، وطول ما انتوا حاسين انه مفيش حظ يعني ممكن تكون انتوا حاسين فعلا انه مفيش حظ عندكم، وده اكبر غلط. دايما اقول احذروا من الابراج الترابية، مش تحذروا منها حذر، انتوا مفيش اتفاق بينكم ما بين ابراج ترابية، في دايما شد، في دايما طاقة سلبية مأثرة عليكم، في امور فيها يعني عراقيل ليكم، او انتوا مش فاهمين الشريك بمعنى اصح، حاسين انه مفيش استقرار بينكم، حسيتوا انه مفيش مواضيع واضحة بينكم، بس بتحاولوا بقدر المستطاع توضحوا كل حاجة في حياتكم. انتوا بتحبوا الثقافة جدا، بتحبوا ان انتوا يكون عندكم تبادل في اشجار، تبادل في اوراق، تبادل في طريق، فعشان كده البعض منكم عايز يغير عربيته، البعض منكم عايز يغير حاجة معينة في حياته، البعض منكم عايز يعني يعمل اكتر من حاجة جديدة في حياته، البعض منكم عايز يهادي حد تليفون، او انتوا عايزين تجيبوا تليفون، بعض الطاقات بتاعتكم عالية، بس انتوا من وقت للتاني بتقفلوا على نفسكم كل الطاقات بتاعتكم، بتقفلوا على نفسكم كل الامور اللي انتوا فيها بسبب الطاقات اللي مأثرة على جميع الأسعد بتاعتكم. عندكم تحقيق هدف، تحقيق حلم، تحقيق نقلة في حياتكم. كمان الفترة دي فترة يعني طاقة معينة ليكم، فترة خروج من محنة، خروج من ضيق، ناويين تعملوا أكتر من حاجة الفترة دي. كمان حد هيجي ويقول لكم على حاجة معينة هتعملوها، هتكونوا مبسوطين جدا، وممكن الحاجة اللي هتعملوها دي يكون طاقة. انتوا لازم تحصنوا نفسكم، الطاقة السلبية بتأثر عليكم وبتأثر على أولادكم، بتأثر على حد ليكم، خلوا بالكم. يعني انتوا ممكن يكون عندكم حد بيبص على حاجتكم، بيبص على خصوصياتكم، بيبص على أموركم، بيبص على كل حاجة عندكم، فياريت تخلوا بالكم علشان انتوا عندكم طاقة حسد بتتجدد لكم اول باول، وده مخلي وشكم دبلان، ومخليكم انتوا بتعانوا من تساقط شعر، من خمول، من كسل، من ارهاق، من تعب نفسي، شوية تعب عندكم بيزيد، وده بسبب الحسد الشديد اللي عليكم. خليكم دايما مميزين، ان انتوا تعرفوا تكتشفوا حقيقة الاشخاص اللي حواليكم. كمان انتوا واخدين على خاطركم من حد، زعلانين من حد، حد ما توقعتوش ان هو يعمل كده فزعلكم، او انتوا مخنوقين من اللي عملوا فيكم، زعلانين من اللي بيعملوا معاكم، الله اعلم، بس انتوا واخدين على خاطركم بشكل كبير جدا منه، وبتقولوا هو بيعمل معانا كده ليه، احنا كويسين جدا معاه، احنا بنتعامل معاه بما يرضي الله، بس هو ما بيتعاملش معانا بما يرضي الله. عندكم حبيب الفترة دي هيقف معاكم، الطريق بتاعكم حاسين ان هو مضعضع، حاسين ان هو مش مستقر، وعشان كده هيكون عندكم استقرار الفترة اللي جاية، وهيكون عندكم طاقة معينة حلوة، عندكم حد هيهتم بيكم وهيهتم بعلاقاتكم وهيهتم بتغيرات عندكم حلوة.
فياريت تخلوا بالكم. تحياتي لكم وأتمنى لكم الخير والسعادة.